ثم إن كان من وصية إيمانية فإننا نقول مرارا وما زلنا نقول إن الله عز وجل أكرم وأجل من أن يخذل في النهار عبدا قام بين يديه في الليل. إن الله أجل وأكرم من أن يخذل في النهار عبدا قام بين يديه في الليل. فأعظم الوصايا أن تكون لك أن يكون لك حظ من صلاة الليل. أدنى الكمال 3 ركعات، تعود أنها جزء من حياتك، تشعر بنقص كبير في نفسك لو أصبحت ولم تصلها. أدنى الكمال 3 ركعات، هذه اجعلها جزءا من حياتك في كل ليلة، يغفر الله لك بها ما قد كان في ذلك اليوم الذي خلق، وتستقبل بها يوما جديدا فتكون في حفظ من الله وعون وتوفيق.